فير بلاي. رجعنا من جديد في اخر جزء من فير بلاي. اليوم نحكي عن موضوع النادي الافريقي، نستقبل تليفونات الاحباء نتاع النادي الافريقي. نذكر الاجتماع لجنة الانتخابات مازال متواصل الى حد الان حول تحديد مصير قائمه محمد عيل بوغدي. نذكر احباء الكلوب تنجموا تطلبون على 71 725 1 71 725 1. اول محب باش ناخذوه للنادي الافريقي هو الاعلامي زميلنا خليفه الجبالي، اكيد واحد من الاعلاميين اللي يعلنوا صراحه حبهم للنادي الافريقي، واكيد عنده ما يقولوا، عنده ما يحكي بخصوص موضوع النادي الافريقي. سي خليفه اهلا بك. مرحبا بك اسلام، مرحبا بكافه مستمعي ومستمعات اكسبريس اف ام. صراحه انا يشرفني انه اكون على المباشر مع صحفي حر في اذاعه حره، وكان شرف لي انه ربما هي جات تاريخيا بعد بعض الاذاعات الخاصه، ولكن كنت اتشرفت باول حضور في القنوات الخاصه وأنا في عمق العمل مع قناة عمومية اللي هي الإذاعة الوطنية والتلفزيون الوطنية مع إكسبريس إف إم بالذات. شرفنا في كل وقت سي خليفة. نعم، حبيت نتدخل باعتبار وأنه الظرف يقتضي أنه الواحد ما يسكتش وساكت على الحق شيطان. أنا أقول اللي صاير في النادي الإفريقي هو تراكمات قديمة، والمسؤولية يمكن الأكثر نسبة فيها كمسؤولية هي النادي الإفريقي نفسه أو رجالاته أو ربما اللي يحيط به. الأحداث الأخيرة اللي صارت على مستوى ترشح قائمة السيد محمد عيل بوغديري عندها تداعيات كبرى. أولا كان الجمهور يعلق كثيرا على دريم تيم، اللي هي الدريم اللي كونها ائتلاف سيد يوسف الشاهد برجالات مشهود لهم بالثقل المالي والثقل حتى التاريخي في النادي الافريقي، وبالتالي كان الامل الكبير، وهذاك ربما يفسر الهبة الكبيرة الانخراطات اللي كانت قياسية. وفي اخر لحظة تتراجع هذه الهيئة لاسباب تهمها هي وهذا الائتلاف او هذه الهيئة المنتظرة ما تترشحش، فكان من الشجاعة أنه يترشح أي واحد، ومشكور على شجاعته رغم الهنات أو ربما ثغرات اللي كانت موجودة. فترشح محمد عيل بوغديري بقائمته لإنقاذ على الأقل ماء الوجه بالنسبة لجمهور كان يمني النفس أنه أخيرا سيتخلص من مشاكل. المعروف الإفريقي يعز على كل إنسان حتى في خارج تونس أنه يمر بفترة من أصعب فترات حياته وهو يقترب من المئوية، وبالتالي لابد من أنه ننظر بهذا الجانب الخطير اللي قد يهدد حتى مصير النادي الإفريقي في عالم الكرة في تونس أو عالم الرياضة، لأنه هو متعدد الرياضات. اللي صار أنه لما تقدم السيد محمد عيل بوغديري بدينا نحس أنه ثم أشياء تحاك، لأنه نعتبر أنه هزيمة كبيرة صارت لكبارات النادي الإفريقي أو ما يسمى بكبارات أو رجالات القدامى في النادي الإفريقي. فلما قدم بدأت الأمور كأني بها توحي بشيء يدار خلف الستار، وهو أنه لابد أن يجدوا حلا، لأنه كأنه الأمور مخطط لها أنه ما تمشيش القائمة ذيك ما دمت ما مشيتش القائمة الرئيسية اللي هي قائمة أحزاب، خليني نقول، لأن تداخل السياسة في الرياضة لم يعد يخفى على أي أحد. سي خليفة قدمت القائمة هذه، قدمت القائمة هذه، تسمع فيها سي خليفة و... تسمع فيها. نعم باي، انت قلت لي قبل الحصه باش نكونوا امناء مع السلامه المستمعين، عندي معلومات ونحبك خلينا نحكي بكل صراحه. انت لهنا تحكي توا كل في المجهول، نحبك تسمي اشياء مسميات، تقول لي معلومات وفما شكون يحب يطيحها، شكون يحب يطيحها؟ شكون يحب يطيحها؟ اطراف عديده، هي احزاب سياسيه تتناحر عن الافريقي، يعني هما يحبوا يكسبوا الخزانه نتاع النادي الافريقي. احزاب سياسيه، النهضة وتحية تونس ودخل على الخطر الاتحاد العام التونسي للشغل، خلينا نقولها صراحة ما لم يقل ويقال في التراكن، هاني نقوله أنا على مسؤولية لأنه ثم ناس تحب تستثمر جمهور النادي الإفريقي، وهم يخدموا بطريقة كأنهم عمي صميم بكم، يعني يتصوروا هما بالتجاذبات هذية وبالتعطيل وتعطيل المسار مهما كان بحجج ربما في بعض الأحيان مضحكة، هما في بالهم مش يكسبوا جمهور النادي الافريقي لخزاناتهم ولغاياتهم السياسيه، والعكس هو الذي سيحصل، يعني الجمهور الافريقي ليس ابلى الى هذا الحد او احمق انه يمشي مع انسان قاعد يشوف فيه يعطله في مساره. علاش؟ لانه النادي الافريقي
مع محمد علي البغدادي، ما يهمنيش فيه انا الاسم هذا، لا يعنيني كثير، اما هو انقذ الموقف شجاعه منه. انت الخطا صحيح، هو خطا محلي من النادي الافريقي، اكل الاجراءات التضييقيه وغيرها هي بدات توحي بانه ثم تضييقات من النادي الافريقي نفسه، لانه القانون الاساسي زاد تقريبا هو اللي ضيق على النادي الافريقي، لانه تقريبا من النوادي القليله اللي حاطه شرط البكالوريا بلس كذا. هذا يرجع الخطا فيه او ربما الاخلال فيه للنادي الافريقي نفسه، ومن وضع القانون الاساسي بما في ذلك حتى المسار نتاع الانخراطات، وتعرف البقيه يعني حتى حبا الافريقي في الخارج ما عندهمش الحق باش ينخرطوا لانه لاسباب اخرى ولوجستيه وغيره. الحاجه الثانيه المستوى التعليمي، انا نعطيك معلومه، 80% من رؤساء الانديه في الرابطتين الاولى والثانيه، يعني كي نحسبوا 20 مع 14 34 فريق، يمكن 80% ما عندهمش البكالوريا. شو نقول هذا؟ دونك الاخلال هذا من النادي الافريقي نفسه، لا نحمل المسؤوليه لا للجامعه ولا للهياكل الاخرى. القانون الاساسي نتاع النادي الافريقي هنا. نعم. القانون الاساسي. اما المشكله انه النادي الافريقي لما تقدم السيد هذايا بضمانات ماليه كانت خفيه، لما علموا بها بداوا يحطوا في العراقيل. اللي هي شنو هي؟ هاو العراقيل، لانه الشهاده العلميه نتاعو غير مكلفه. انا هنا نقول حاجه ونرجع للتجربه السياسيه، هل لوزير وزير التكوين المهني والتشغيل من حركه الشعب هل له الحق؟ مش هو له الحق، ولكن ما عندوش موظفين في وزارته، ما عندوش نطاق رسمي، ما عندوش مدير إدارة خاصة بالموضوع هذا، ما عندوش مدير ديوان، هو يتدخل للمباشر في قناة وطنية في موضوع ليس رياضي بالأصل باش يقول السيدة مدلسة، واليوم كأنه رخ شوية، يعني ثم لخبطة في الحياة السياسية اللي امتزجت بالرياضة. اثنين، لو كان الأمر ما فيش يعني دبر بليل، على الأقل من ناحية الإجرائية اللجنة المستقلة للانتخابات راهي توا حدت قبل 48 ساعة مكان عقد الجلسة العامة، مهما كان تطيح القائمة ما تطيحش، أما هو باش تطيح، يعني مهما كان القائمة موجودة راهو ثم تحديد المكان والساعة ومتاع الجلسة العامة، إذا ألغيت تلغى حتى في آخر لحظة، لأنه معناها يا إسلام راك ثم أشياء تضرب للعين. ثم الحاجة الثالثة، لا خاصة النادي الافريقي علاش ضحية التجربة السياسية؟ لأنه سليم الرياحي في وقت ما تجربة سياسية عنده ثقل اقتصادي وكذا، وطلع البارة وكما يقولوا هما القول كيفاش، ومن بعد ثم داعم ثاني مروان مبروك هادو شدوه كذا، توا إنسان حسوا أنه وراء الواحد ما نجمش البغديري يكون مجنون أنه يتقدم على نادي موسيل في 32 مليار، يتقدم وهو إنسان رجل أعمال بسيط متوسط لا غير، يقول لك هذا ثم شكون وراه، يعني دائما البحث على النادي الإفريقي شكون وراه، والسبب يعود إلى ما يسمى بكبار النادي، لأنهم متحزبين وتجاذبات كبيرة، يعني الخطأ أحمله لكل الأطراف وبالتحديد السياسي. أنا أرسلت لك على الخاص يعني شيكات تحدد أنه ثم داعم، لا يهمنا من يكون الداعم، اللي يجي داعم من الإفريقي لابد يخلقوا له حاجة، طبيب أموال كذا، مشاكل مصدر أمواله منين، يعني هذا خطير على ما يسمى. يا ولدي تلعب بالنار أنت مع النادي الإفريقي يا أخي، الجمهور مش يقعد ديما ساكت، مش معقول. يعني بعثك الخاص ما قيمته 40 مليار بثلاثة شيكات من بنك تونسي معروف، بنك خاص ما نسميش للإشهار، يعني موجود تنجم تخرجوه على صفحتكم، محذوف كان الاسم، هذه أمور سرية والمجالس بالأمانات كما يقولوا، معطيات شخصية ما نعطيهاش. يا اخي انت تلوج له، هذا السيد عنده مستوى كذا ومستوى كذا، واضح سي خليفة، يعطيك صح. يعني هذا كل ما في الامر ليتضح الراي العام الرياضي في تونس وجمهور النادي الافريقي، ان الافريقي نقول مستهدف اولا من ابناء، صحيح هم اللي فتحوا الباب، وثانيا من التجاذبات السياسيه ولم تعد تخفى على احد. واضح، يعطيك الصحه سي خليفه على كل هذه التفاصيل ما درنا بها، سامحني تعسفت عليك شويه، نحب نعطي اكثر كلمه لجمهور النادي الافريقي باش نسمعهم في رايهم في الموضوع هذا، ونستقبلوا اول تليفون. نذكر تكلمونا على 71 725 1000 تعطيوا رايكم في الموضوع. اول تليفون ياسين معنا، ياسين اهلا بك.
مرحبا بك خويا ياسين. ياسين باهي باش نطلب منك طلب صغير، تلخص لي اللي تحب تقوله اهم حاجه باش ناخذوا اكثر ممكن من العباد. عايش خويا. ان شاء الله. شكرا. منين تكلم فينا ياسين؟ من تكلم فيكم من تونس. انا ياسين مدرب في شوبان كوست بيت. نحكي كسوه المدرب ونحكي كسوه المحبه، خاطرني انا على باز محب للنادي الافريقي. نحب نحكي راهي المشكله نتاع النادي الافريقي ماهيش مشكله نتاع 10 مليارات ولا 20 مليار، المشكله نتاع النادي الافريقي مشكله نتاع حرب سياسيه من عهد سليمان ريحي من 2012 اللي تخرج سليمان ريحي، والنادي الافريقي في حرب سياسيه. الافريقي عباره على دنيا سياسيه يتحركوا بها قاعدين اصحاب الكراسي. النادي الافريقي تتلخص في مشهد البارح كان الناس كل شافته نتاع الكردي في المجلس التأسيسي اكزاكتومون. النادي الافريقي بالضبط نفس الصورة انا شفتها توا. النادي الافريقي مش مشكلتها فلوس، الفلوس موجودة في النادي الافريقي. ونحب ندعو الجماهير الكل والسكتور منخرطين حبوا على هدف واحد نتلموا ان شاء الله. النادي الافريقي راهي باش تعمل مئوية نتاعها على قاعدة صحيحة ان شاء الله من 4 اكتوبر ان شاء الله. النادي الافريقي تخلص من ديونها الكل ونبدا صفحة جديدة ان شاء الله يا ربي. وندعيو الناس الكل مع نادينا وقدره ربي رانا باش نرجعوا باش نقعدوا على ساكنين ان شاء الله. يعطيك الصحه. شكرا لك ياسين. استقبلوا تليفون الثاني معنا عثمان. عثمان اهلا بك. اهلا بك سلام صافا خويا. نتكلم فينا عثمان؟ نتكلم فيكم من فرنسا. مرحبا عثمان. وكما تعمل مزيان كما قلت لياسين لخص لي باش ناخذ اكثر عدد ممكن من العباد. في ساعه باهي. تو بالنسبه لوضع النادي الافريقي راهو لازم الناس الكل تفهم اللي خويا راهو قايد ما عادش نعملوا على السيد اللي عنده باكيت ماجيك باش يحل كل شيء ويجيب معاه الفلوس والدنيا الكل هذايا راهو ما عادش موجود. واللي باش يجيك هكا راهو عنده خلفيه سياسيه كما كان يحكي سي خليفه، وراهو فما شكون ديما عنده علاش داخل النادي الافريقي وعنده علاش يحب يكسب الجمهور. ومن بعد كيما صار مع تيم الريحي كيما صار مع غيره. حاجه ثانيه نحب نوضحها، انا سمعت عبد السلام اليونسي البارح في اذاعه خاصه في موزايك اللي قالوا البارح عبد السلام اليونسي اللي هو كان يحكي من منطلق انه مظلوم والناس الكل ضده وما فما حتى حد معاه، وذي اللي مش صحيح. والجمله اللي تتقال زاد مره اخرى يقول اليوم نشوفوا جماهير الترجي واقفه مع جمهورها. انت خويا النادي الافريقي راهو جمهور النادي الافريقي. عثمان يبدو انه انقطع الخط. به نحاول نتصلوا به عثمان يكمل الكلمه نتاعه، ولا ناخذوا التليفون اللي من بعده معنا احمد. احمد اهلا بك. مرحبا يا اخوي سليم. تفضل. تحيه لكم الكل. مرحبا. من تكلم فينا الساعه؟ والله مولاي نابل انا مو ما نجدوهاش اكسبريس فيهم هاي بالانترنت. لا موجوده في نابل احمد عصون سيس. اوكي. جاري حاسيلو. مرحبا بك احمد. هاي تفضل. والله هذا كارثي بالجوليه النادي الافريقي المرموق. احنا كزواو انا واحد من الناس هم ديك بيز زوالي عاونت في اللقاط فوق 300 نورمال مول الكبارات يحط اليد في اليد ونحي الاسامي وكل شيء ونتعاونوا عليه بحول لي معنا شهرين ثلاثه تغفر نغفر رجلينا وترجع جمعيه لاباس. اما لازم يحطوا اليد في اليد يتفكروا الواحد شكون عمل لهم اسم وكل شيء غير النادي الافريقي. واضح. باهي نرجعوا يعطيك الصحة. شكرا لك أحمد. نرجعوا لعثمان قص عليه قبالك التليفون ما خليناش نكمل الجملة نتاعه. عثمان أي باختصار كمان شنو حبيت تقول؟ بربي فيفا خنكمل الفكرة هذيا فيفا. أي بسرعة. قلت لك البارح أنا كيما سمعته كان يحكي وقال اللي جمهور الترجي واقف مع جمعيته وقال لكم جمهور النادي الأفريقي مش واقف مع جمعيته واللي هذا مش صحيح وكان غلط بربي صلحوا لي. هذا مش صحيح. جمهور النادي الأفريقي اليوم أنت كعبد السلام اليونسي وبالغلط اللي عملتهم وبالحالة اللي وصلت لها الجمعية وقف معاك وستة مليارات في شر وما ثم حتى موفمون سوسيال صار في العالم مش كان في السبور نحكي لك في العالم موفمون سوسيال قلت لك صار كما اللي عملوا جمهور نادي الافريقي اليوم الحاله اللي وصلنا لها الحاجات اللي وصلنا لها مع سيميون في عمرنا ما وصلنا لهم يتنحوا في البوان اليوم مشاكل نتاع تدليس وما حاكم وقضايا اليوم النادي الافريقي هاك تشوف الحاله معناها في جواريك مش خاصه تحكي ياسين الشماخي باغ اكزومبل ياسين شماخي انت تقول لي خويا انا من ديسمبر ما نجمش نعاود الكونترا مع كامل احترامات ياسين شماخي اسكو ياسين شماخي كريستيانو رونالدو شنو جاب النادي الافريقي ياسين شماخي معناها هذوما حاجات معناتها ومن بعد تقول راني انا من منطلق تحكي من منطلق انك انسان مظلوم والناس الكل ضدك بفهم انت انسان عملت برشا غلط. انا كنت استنى مع عبد السلام اليونسي انه يخرج يقول سامحوني راني غلطت راني عملت اختيارات غلطه
اليوم انت تحكي العبيد الاعضاء اللي معك تحب ترجعهم البارح يعمل في نداء تحب يرجع مجدي الخليفي هذو مع عبيد ضرتنا اكزامبل مجدي الخليفي ضرنا من وقت في مريح يا اخي لي كونترا والمشاكل كما قلت عديوا على شكون بربي ياسين كان غلط وقفني واضح خويا رايك وخويا تتحمل في مسؤوليتك انت يعطيك الصحه شكرا لك عثمان استقبلوا تليفون الموالي معانا نوفل اهلا بك نوفل مش يسمع فينا نوفل حاولوا نعاودوا نتصلوا به من جديد في انتظار يكون معنا التليفون اخر نذكر اتصلوا بنا على 71 725000 71 725000 نوفل تسمع فيا تسمع فيا مرحبا بك نوفل ايه تفضل خويا منين تكلم فينا نوفل خويا انا من مورنيك مرحبا خويا كان فيك من مورنيك مرحبا يا خويا تفضل والله انا جوست نحب نقول حاجه واحده يعني الافريقي مش مستحق الفلوس ولا مستحق جينا رجل خفيه او خالد عقيد ونسمعوا كان في الكواليس او السيد عاتي شيكيت وما يحبش يظهر و45 مليار و50 مليار و100 يزيو من تعيشوا الجمهور في احلام نحبوا الواقع تحبوا انسان يجي يلم الناس الكل يصارح الجمهور بحقيقه الواقع يعطينا ان بلانينغ واضح نتاع خلاص ديون وامكانياته هو شنو يقدر شنو الجمهور ينجم يعاون اما اذا انسان باش يعاون ويعطي فلوس وشيكات ب 45 مليار ويظهروا اخر نهار اليوم وما يحبش يتكلم بالعقل خويا يزينا من السيناريو هذوما خاطر جمعيه مرهونه كل مره يجينا واحد يحكي لنا هو عندي ديون هاو سي خالد عقيد باش يعطي 50 مليار أو ذي 45 مليار البارح تعبت مليون سيحكي على عقد شهر ب 25 مليار معناها سبحان الله بين عشية وضحاها الفريق تحالت لها مغارة علي بابا خويا نحبوا إنسان يكون واقعي يعني. مش إنسان يلم الناس الكل الفريق مستحق يتلم أولادها في المئوية إنسان يحب يخدم مرحبا الكبارات ظهرت اللي هي إشاعة كبيرة أوكي الناس اللي خلاوا جمعية في العام المئوية 25 اجتماع و 25 لقاء واجتماعات وحزام مالي وباش نتعاون وتخلص الديون ومخطط ومبرمجين واستراتيجيه ومجلس اداره في النهايه ما فما حد قدم نحترموا السيد اللي قدم ترشحه بغض النظر على امكانياته وعلى الملف على شهاده العلميه لكن كانت عنده الجرأة انه يقول انا مستعد اتحمل مسؤوليه تو اللي باش يكون يطلع سي البغديري يبقى اليونسي نامبورت كير بيرسون المهم انه يكون فما شكون ينجم يلم الناس الكل على طاوله واحده ويصارح الجمهور بالحقيقه يا خويا اللي نحبوا انتدابات إجا أهم انتداب نعملوه توا إن احنا نمنعوا جمعيتنا من اختار كبير اسمه معقول. ديون خاطر الفيفا ما ترش إلا سامي خويا معقول يلم يعطينا أن بلانينغ وميزاجور نتاع بلانينغ كل ثلاثة شهور كل شهر يعطينا اللي تا وين وصلنا على الديون خاطر حتى ما يعرف يجي كل مرة يقولوا لك احكي هاو 20 هاي 15 هاي 17 يا خويا يعطينا الرياليتي شوز هاو واش عندنا ديون هاو البلانينغ دو بايمون تعملنا بوان دو بريس كل شهر هاوش خلصنا هاوش مازال هاوما لي شونسيي اللي جايين في الطريق انت شنجم تدفع صح. احنا كجمهور شنجم نعاونوا بفاسون ديريكت وانديريكت اما هذه ارقام جايه من الخيال هاو 45 مليار وهاو 100 مليار يعطيك صح توا انت بعقلك قدام خويا انت جيت تعطي 45 مليار وما تظهرش اسمك وما تحكيش وما تحبش تظهر في الاعلام سامحني وليت اشباح هكا يعطيك الصحة شكرا لك نوفل بلغت صوتك وبلغت رايك نستقبلوا التليفون الموالي معانا مهدي اهلا بك عسلامة سلامة مرحبا بك مرحبا مهدي منين تكلم فينا اخوي نتكلم فيك من تونس خويا مرحبا نتشرف اخويا تفضل بربي يا سلامة حبيت نقول زوج حاجات الحاجة الأولى الكلام اللي قالوا خليفة جبيري نحن نعرفوه صحيح داكوردو خاطر نحن في وسط في الكوليس معناتها كسوا كجمهور ولا في وسط ليباج نبعثوا لبعضنا نحب نقول لك المجموعة اللي هي تسمي في روحها معناتها كبارات النادي الإفريقي اللي يعملوا فيه معروف اش معناتها يتسمى سكون ابل تكنيك دو مانيبيولاسيون دو ماس ولا تقنية التلاعب الجمعي ولا بالوعي الجمعي شنو يعمل لك؟ يعمل لك يخلق لك مشكلة ويكبرها لك ويعطلها لك كما اللي قاعدين نراو فيه في السياسة على البلاد هذيا ومن بعد يخرج لك هو في ثوب المنقذ احنا نستناو في شكون باش يخرج في ثوب المنقذ باش نعرفوا اللي هو كان وراء المشكلة هذه الكل هذا البوان الأول البوان الثاني وهذا نداء لأي إنسان مسؤول يعقل وعاقل في 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 مخه يسمعني إن شاء الله توصل الحكاية أنه ما نحبوش يوصل نهار جمهور نادي الإفريقي ولي مسألة أمن قومي على خاطر أنت تعرف أكثر مني أنه جمعية كما النادي الإفريقي وراها 6 7 ولا 8 ملايين ما عرفش قداش راهي كي باش تصير فيها مشكلة كما اللي هما قاعدين يحبوا يدخلوها فيها وإلا يحبوا يحسبوا أنه هما يحبوها تدخل في وسط المشكلة هذه راهي بعد يقوم وراها الجمهور
قبل ما نوصل ونحن كما يقولوا البلاد على كف عفريت ولا على صفيح ساخن سميها كما تحب انت بكل العالمين الرنانه نتاع الجرايد اللي هما بينسوا وراها. نحب يوصل الكلام انه راه ما يجبش يقعدوا ساكتين برشا كيف ما قال في خليفه جبالي راهو انجور ولوتر معناتها الجمهور يبقى اكلاتي وقت الاكلاتمون هذاك باش يتبعوا معناتها اكلاتمون سوسيال واحد اخر. يعطيك الصحة، شكرا لك مهدي، بلغت صوتك وبلغت رأيك بخصوص الموضوع النادي الإفريقي. نستقبل تليفون من دبي، متابعينا تحية اليوم في دبي، معنا بشير. بشير أهلا بك. على السلامة أخوي، مرحبا بكم، مرحبا بجميع المشاهدين. أنا بما أني عضو في خلية حبيب النادي الإفريقي بالإمارات، حبيت نتكلم شوية بخصوص الناس هذيا والشوسرة اللي عاملين هنا. بصراحة صراحة تعبنا ياسر ومرضنا ياسر، وتقول لهم ميساج أخطونا سيبونا راهو عشقنا ونفس النفس الوحيد اللي تنفسوا بها راهو النادي الإفريقي. يا ناس خافوا ربي، يزونا من الحطان العصاف العجلة، يزونا من الدعترات، سيبوها سهلوا علينا برشا حاجات يزمها أخويا بالرسمي. راهو الجمهور راهو ناقص برشا حاجات، ناقص فرحة، ناقص برشا حاجات بالحق. فريمون شيء 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 كبير ياسر بالرسمي. ايش بكم على النادي الافريقي يا ولادي؟ يا ولادي اخذونا، خلونا نعيشوا عالمنا، احنا عالمنا وحده النادي الافريقي. احنا تسمى عنا عالم كما يقولوا الكوكب اليابان، احنا الكوكب نتاعنا النادي الافريقي. فلهذا بصراحه واحد ما تمناش يوصل اللحظه ذي بعد التاريخ والتطور والفيراج والماتشوات اللي عشناها والفرحه والكؤوس. بالرسمي واحد ما عادش يحب ينجم يتمنى يعيش في الفتره هذيا. علاش بصراحه سواء ميساج للرؤساء للرجال كبارات النادي اللي يدعوا انهم كبارات نادي، اين انتم؟ ما تخافوا، ما تحسوش بالرسمي، راي الكلير بسمع. اخذونا من الفلوس، اخذونا من، سامحني كنت قلت ديريكت هكاك من غير ما نشعر، اخذونا من الفلوس واخذونا من كل شيء. واضح. الو، يعطيك تسمع فيك مهدي، يعطيك الصحة. بصراحة شوف الكلوب راه اختم لي خويا، ما عادش عندي وقت. مازال رجالات أعمال ومازال كل شيء، رانا احنا نجموا نعيشوا بالبوبليسيتي بالبوتيك بالجمهور بكل شيء، مش محتاجين لأي حد باش يدعمنا، احنا ندعموا رواحنا، احنا نحب نكونوا رواحنا. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك مهدي، كنت معنا من دبي. هكا نوصل لنهاية فير بلاي اليوم، في حصتنا كانت مخصصة في جزء منها كبير الموضوع الساعة اليوم هو النادي الإفريقي، واستقبلنا عدد من المكالمات من أحباء النادي الإفريقي. شكرا لكم على تفاعلكم الكبير، سواء تتبعوا فينا على الباج إكسبريس اف ام وإلا إكسبريس سبور وإلا حتى بالتليفون. برشا تليفونات إن شاء الله في مناسبات قادمة يكون تكون مساحة أكبر لكم أحباء النادي الإفريقي وأيضا أحباء الفرق الأخرى. شكرا لناصر الساكر اللي أمن لكم البث على اللايف ستريمينج في الفيسبوك، شكرا أحمد بالخوجة اللي عمل دوبل رول اليوم في الإخراج، كذلك استقبل تليفونات مشكورة جدا. نحن نتقابلوا الاثنين الجاي في نفس التوقيت ديما على إكسبريس اف ام، مطلع في 15 أجمل تحية.